FM. الكلمة ليك. ليلى شاوش طبيب التجميل. باش نحكيو اليوم على طب التجميل في تونس، وين ماشي ونوصل، شنو فما جديد، شنو الفرق بينه وبين الجراحة التجميلية دونك، او هذه هي معنى الموضوع تقريبا. هو متشابه تقريبا، بيدي واحد من الناس ما نعرفش الفرق ما بين هذا وهذا دونك. مرحبا دكتورة. مرحبا. دونك كتقبل منا روحك شوية دكتورة، وين خدمت قبل وين تخدم توا؟ دكتورة ليلى شاوش شتارة، طب تجميل، خدمت في كلينيك فيوليت، نعمل استيتيك في سنتر بوبيو، سان سنتر نوفو سنتر كي انا كي ابري ناسانس اي سا في 2 ans. C'est juste en face du club mais c'est pas de la publicité mais pour les gens qui connaissent pas le centre Bobio. Et j'ai mon cabinet à Somaneb. Voilà, donc هذوما لي ديتاي الكل تقريبا. ما كنتش باش نعطيكم نور التليفون للاسف. انا اليوم باش نحكيو على طب التجميل في تونس. كيفاش نجموا نقدموا طب التجميل بعيدا كل البعد، مش بعيد برشا، مع الفرق بينه وبين الجراحه التجميليه. جوست معناتها الفرق، وهنا كالعاده ديما في اطار التثقيف الصحي، معناتها هي الغايه الاولى، المعلومه الاولانيه للناس الكل. الناس الكل رانا نثقفوا في الناس، رانا معناها طبيا اكيد نثقفوهم، نوعيوا الناس بخطوره بعض الامراض، ولهذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا كل نهار السبت من 11 حتى النصف نهار. وبحذايا دكتوره منى السويسي، خاطر معناها نعرفك دكتوره دونك سي بور سولا جيت بحذايا، ونجم اي دكتور يكون بحذايا زاد هو في استوديو اكيد. دونك باش نفرقوا ساعه بين زوز حاجات مهمين. اولا الفرق بين الجراحه الرقبيه والترقيعيه اللي هي لا شيرجي ريباراتريس الرقبيه العربيه معناتها القحه. دونك الجراحه هذي لا ريباراتريس، دونك الجراحه هذي هي متجهه نحو حالات مرضيه، حالات تعرضت لتشوهات اما خلقيه والا جراء ديزاكسيدون حوادث. هذه الجراحه الاولى الرقبيه. فما الجراحه التجميليه اللي هي موجهه مش لحالات مرضيه، لكن الناس يحبوا يحسنوا هيفا وهبي فوالا، معناتها جراحه انه تحسين ولا تجميل الوجه والا بقيه الجسم، سواء معناتها لانه البدن تاثر بمفعول الزمن معناتها الشيخوخه والكل، والا لاسباب اخرى تنشوفوها مع بعض بوتوكس لاسباب اخرى تنشوفوها مع الدكتور. ثم باش نفرقوا بين جراحه التجميل وطب التجميل. طب التجميل هذه شنو حملها فوالا. بالنسبه لطب التجميل هو طب عنده علاقه معناتها كيف كيف نفس الهدف انه التجميل وتحسين الوجه والجسم، لكن بتقنيات اخرى ما عندهاش علاقه بالجراحه. ما غير جراحه، ما غير بونج، ما غير حتى شيء. دونك تقنيات جديده حديثه. هو اون جينيرال طب التجميل راه ماهوش حاجه جديده في 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 في, في الدنيا معناتها ولا في التاريخ. هو حاجه قديمه برشا، عرفوها الهنود اول العباد معناتها في القرن الثامن قبل الميلاد، كانوا يعملوا الترقيع للجسم للجلد معناتها في في صوره حوادث. ومن بعد الرومان زاد عرفوها خاصه تاريخيا موجوده معناها فوالا، خاصة في جراحة الأذن كانوا يعملوا جراحات الأذن بتقنيات نتاعهم البسيطة لكن عرفوها. ومن بعد تطورت على الآخر، ولينا نحكيو على الجراحة التجميلية بروبرومون ديت معناتها مع الحرب العالمية الأولى والثانية، وقت اللي فما ولات تشوهات كبيرة جراء الحرب وكل وصار معناتها التطور نتاع الطب هذي. دونك اليوم باش نمشيو للطب التجميل ما غير جراحة. باهي داكود. دونك نجي لك انت الدكتوره لهنا، اهم الحاجات اللي ديما تقريبا تتعرضوا لها في في طب التجميل في تونس، مثلا الحالات اللي اكثر معروفه في تونس. كما قالت ماني، دونك طب التجميل معنا ديفيرونس اونتر لا ميديسين استيتيك اي لا شيرورجي استيتيك، سو كو لا ميديسين استيتيك اي سو في سونز انستيزي جينيرال. ما غير التبنيج عام. العام صحيح اللي برشا عبيد ما يحبوش ويخافوا منه. دونك برشا عبيد يقول لك انا Je ne suis pas prêt de faire une chirurgie, une chirurgie esthétique, c'est à cause de l'anesthésie. Et de ce et voilà, ils préfèrent faire la médecine esthétique, faire des corrections avec sans anesthésie et avoir des résultats. Bon, la chirurgie, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. C'est-à-dire pour le vieillissement, pour un traitement de la chirurgie pour des sujets âgés avec une peau très relâchée, la chirurgie, elle donne plus de résultats. D'accord. Mais pour d'autres cas, la médecine esthétique, c'est la bonne indication. Surtout pour les tranches d'âge entre
30 et 40, 50, 50 ans. Mm-hmm. D'accord. Donc voilà, il demande toutes les tranches d'âge demandent, c'est une médecine qui est demandée par toutes les tranches d'âge, des jeunes, des plus jeunes aux plus âgés. Mais la tranche d'âge, voilà. Mais à la demande, les deux, ils demandent la médecine esthétique. Mm-hmm. Mais c'est pas la même demande. Voilà. Le deux, voilà. Le deux sexes, ils demandent la médecine esthétique. Les deux. Les deux, ouais. C'est l'acteur, c'est la femme, bien sûr. C'est la femme. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des tranches d'âge. Hein. Il y a entre 30 et 40 ans, c'est l'homme qui demande. Ah bon? Ah oui. Bon, ma mère, Khatine, mais c'est les deux. On va dire les deux, ils sont intéressés par la médecine esthétique. Mais je me colle 50-50. Oui, on peut dire ça. Tout dépend de la de l'amar, comme on dit. Voilà. Mais pour les gens qui ont des idées, je ne sais pas, plusieurs techniques, mais je veux simplifier. D'accord. Je n'ai qu'une chose que tu sais. بالنسبة للطب التجميل مش نحكي تري سامبليفي باهي ميساج تترجم نحاول باهي اوكي دونك بالنسبة للطب التجميل فما برشا تقنيات حاجات سهلة مش معناها سهلة باش يفهمها الانسان العادي خاطر برشا توا عباد يخاف يقول لك لا ما نحبش انا ما عملش طب التجميل بعد وجهي تهلك ومن بعد فما سيت نوسيون دو بور دونغواس يقول لك انا نتلاهي بي اون بليس سين تكنيك كي دوا سو ريبيتي ça dépend de la technique c'est tous les 6 mois ou tous les 9 mois ou tous les ans donc une fois c'est pas radical la médecine esthétique c'est pas mais حل جذري مش كيما la chirurgie مش كيما الجراحة فهمت بي بالنسبة للي تكنيك فما la mésothérapie la mésothérapie ما نجمش نقولها لكم voilà la mésothérapie c'est معناها des injections زغرق زيق يتحطوا في الوجه يتزرقوا في الوجه avec des aiguilles les bagues نتاعهم sont très fines كيما الشعره ça fait pas mal ما توجعش برشا surtout la mésothérapie ما توجعش نجمو نعملوها حتى من غير بنج محلي معناها نجمو نعملوها directement شنو فيها الميزوثيرابي la mésothérapie فيها الاسيد هيالورونيك فهمت بون هذه حمض هيالوروني فوالا بون فوالا سي سوبستانس hydro manière salé sucré c'est une substance manière هي مادة qui donne ليه ملح ليه حلو عرفت تحكي دكتور على الميزوثيرابي اللي هي ماهيش جديده التكنيك هذه اللي تحكي عليها تقريبا التكنيك هذه ظهرت عام 52 اخترعها اكيد الطبيب الفرنساوي اسمه ميشيل بيستور دونك جوست المعلومه هذه يعني تكنيك قديمه ماهيش جديده باش الناس ما تخافش ولا حاجه لا 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 سي تكنيك قديمه لا ان غران ريكول معناها ديجا ماهيش جديده وقلت لك معناها الماده اللي انجكتي elle diffère mais comme une jeune femme une jeune fille je t'amène mes os comme une vieille enfin pour la jeune on injecte des acides aminés des vitamines c'est pour manière à nourrir la peau c'est juste pour donner un coup d'éclat voilà les jeunes mais la mésothérapie حتى les jeunes allez pour prévenir le vieillissement à partir de 25 ans on peut faire mais ce sont des vitamines خاطر تشوف انت لي جون تو ماكلوش بالكدا ياكلوا دي ساندويتش دي ماكله ماهيش منظمه ما يشربوش برشا ما سي تري امبورتون الماء فهمت دونك سي لانجيكسيون سا فا ديتر دي فيتامين بور لا بو ماتور بو فيي سي اوتر شوز اون فا انجيكتي لاسيد هيالورونيك اللي كنت تحكي عليه هذا لاسيد هيالورونيك سي اون سوبستانس هي ناتوريلمون موجوده في لا بو نتاعنا D'accord. Dès le jeune âge, on la sécrète. Moujoud a fait la peau interne. C'est une substance qui hydrate la peau et qui donne du volume à la peau. Donc, avec l'âge, cette substance, la peau, les petites ridules, le volume, mais c'est une substance qui fait le volume. C'est une substance qui fait le volume, fait la peau. Tu as du volume ou tu as
اليدغات لابو، تحس الانسان وجهه ترتيب البشره معناتها فوالا، وتعطي ان كوديك لا فوالا. هما ان بوت مثلا لي جون يعملوه بور ان كوديك لا بور لو سوجي اجي، تعطي تنحي تعطي اول حاجه سا راجوني داكور اي سا دون معناها ان افي انتي ستريس انتي اج، تعطي plus jeune la femme toujours plus jeune. بالنسبه للميزوثيرابي شنو معناها الماتير تستعمل اللي معناها يحقنوها، دونك باش نعرف اسيد هيالورونيك، الاسيد هيالورونيك اخرى اللي هو افيك دي سوبستانس فيتاميني فوالا، افيك دي 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 اسيد اميني معناها ثم مستخلصات نباتيه زاده موجوده في نجمو تكون موجوده نجمو ابخي لا ميزون نعملو دو لا فيتامين سي فيتامين سي سا دون ان كو ديكلا اكثر معناها فهمت. هذه بالنسبة للمواد المستعملة تختلف في الأماكن نتاع الميزوثيرابي يعني بالطبيعة. لا ميزوثيرابي نجم نعملو تو، أنا ركزت أكثر على الوجه، نحكي كان على الوجه بيان سور، خاطر احنا ديما نركزوا على الوجه بما أنه هو يعني ما نعرفش واش يقول ما هو أي لا سي ليماج، خاطر سي ليستيم دو سوا، عبد يشوف روحه الأكثر يسو كونسونتر على وجهه فوالا. مي الميزوثيرابي نجم نستعملو بور دوتر بوت معناها بور لو تريتمون دي شوت شوفو مثلا فهمت، بور لو شوفو ابخي ان ستريس مثلا المراه بعد الولاده، ولا بور اون اتيديونت ابخي مثلا ليزيكزامان اي تو سا افيك لاج زاد لو شوفو يتنجم يولي وي معناها يطيحوا فهمت، سيرتو شي لا فام بعد البروشينغ بعد لا تنتور اي تو سا هذوما كلهم ديزاغريسيون بور لي شوفو. دونك كيس كون فا انجيكتي سي سون دي فيتامين زاد بور معناها بور اوغمونتي لا معناها الدوري دو في نتاع نتاع البوال هذيا نتاع لا غلون سيباسي اللي هي معناها هي اللي هي متكلفه بالشعره فهمت. و اون بليس كو سا معناها تخليش تطيح في سا دوري دو في نتاعها تكون اكثر وتكون لا كاليتي خير نتاع الشعره. هذا يحكينا حتى على الدواعي معناها الناس اللي علاش تمشي تعمل طب تجميل، دونك انا باش نخلي الكلمه كيما هي خاطر برشا ناس ما تصحيبوش جراحه تجميليه، راهو يفرق كومبليتمون الجراحه التجميليه تكون للتجميل فقط للجمال ولا اكثر ولا اقل، لكن طب التجميل زاد عنده اهداف اخرى زاد للناس اللي عندهم تشوهات، ثم الناس اللي عندهم زاد اللي عاملين اكسيدون وكذا، دونك كيفاش تتعامل معاهم الناس هذوما؟ بالنسبه للعباد اللي عندهم تشوهات باش تكون شنو الاكثر جلديه معناها، يا اما دي بريلور معناها حروق والا دي زاكسيدون خلاو لهم دي تراس دو بلي معناها جروح. هذه فما دوتر تكنيك سي با لا ميم شوز، مثلا بالنسبه للجروح تولي ما عادش لي زانجيكسيون، فما لو لازير بور لي بور لي معناها لي تراس دو سيكاتريس، وفما اذا فما اون ديبرسيون او نيفو دو لابو معناها الجلده داخله شويه وليت كانها اون غيد هي معناها فهمت، فما لا تكنيك دو كومبلمون اون فا كومبلي افيك لاسيد هيالورونيك ريتيكولي سي تو معناها في لاسيد هيالورونيك فما بليزيور سوبست معناها بليزيور تيب لاسيد هيالورونيك، فما لي بلو ريتيكولي يبدا ايبي اكثر دونك باش يعمل اكثر فوليوم. وسامحني ما قلتلكش لاسيد هيالورونيك سي اون سوبستانس كي ابسورب بوكو دو يفي ابيل الو داكور، يعني انا ننصح ديما العبد اللي يعمل ميزو ولا يعمل كومبليمون اي دوا بوار بوكو دو معناها بوكو دو جوست ابخي لا بعد معناها الحصه نتاع نتاع الحقن هذه لازم يشرب برشا ماء باش يكون لي في اكثر يكون بلو بينيفيك. وشنو تنصحوا المريض قبل العمليه؟ مش عمليه بون شبه مش عمليه هي تقنيه تستعملوها مثلا اللي باش يعمل وجهه من المستحسن يعمل مثلا المراه جايه تحب تعمل حقن في وجهها من المستحسن تعمل تنظيف لوجهها سوان دو فيزاج فهمت، تعمل سوان دو فيزاج لوجهها تنحي كل اللي معناها لابومور تنحي السيبوم لي بور بوشي معناها المسامه نتاع الوجه لازم تكون معناها محلوله باش الانسان باش الطبيب كي يحط البرودوي معناها الاسيد هيالورونيك يتفا تتر ابسوربي. يعني نجم نقولوا اليوم طب التجميل ماهوش طب جراحي؟ بيان سور سي با لا علاقه ولا هذا هو يعني اوني اون كولابوراسيون نجموا نتعاونوا. كيفاش نجموا تتعاونوا؟ فوالا هذا السؤال اللي حبيت نساله، كيفاش نجموا تتعاونوا انتم وال معناها الجراحه التجميليه؟ معناتها وقتاش الحاله تتطلب تجميل بالزبط. مش يعني وقتاش تنتقلوا من الطب التجميل الى الجراحه التجميليه؟ مثلا بالنسبه لجون طفله هكا جون وعندها مثلا سيكاتريس في وجهها فهمت، tu peux نجمو نعملو لا تكنيك دو كومبلمون افيك لاسيد اي الور اي اليرونيك مي لو ريزولتا سي با معناها ساتيسفيزون ماهيش فرحانه باقي تحس روحها مقلقتها
وقتها ننصحوها يلفو ميو فيغ لا شيرورجي فهمت. فما حالات اخرين مثلا لابو تاع مرا معناها دان سارتان اج معناها اون فام كوميم معناها كبيره في العمر اون بو ايدراتي لابو اون بو كومبلي مي لابو الي تري ريلاشي ريلاشي معناها طايحه لا اون توس كوتاني لابو طايحه برشا دونك وهي اللي اكزيجونت تقول لك انا نحب شد نحب شد معناها وكل فهمت. بون فما لي فيل تونسور فما لي فيل تونسور هذوما يشدوا الوجه اما مش بور اون بو تري ريلاشي فهمت. فوالا لي فيل تونسور نجمو نشدوا الوجه باللي فيل تونسور مثلا لي بوميت ولا لو با دو جو ولا لو مونتون فهمت تبدا طايح نجمو يتشد زاد دقنونه دقنونه صحيت فوالا دقنونه فوالا دونك ساعات تبدا لوفال دو فيزاج ني با بيان يبدا يس ريلاشي طايح دونك هذاك لازم الاكثر جراحه لازم يولي ليفتينغ بفيزاج صحيح فوالا يولي اسمه ليفتينغ وقتها اي يولي ليفتينغ حتى في الميدسين الاستيتيك نقولوا ليفتينغ مي يولي ليفتينغ شيروجيكا اي حاجه معناها باش تعملها في الجسم اون سوبسونس معناها سما معناها ماده جديده باش تو فال انتروديغ باش تنجم تعمل تعطي مضاعفات سورتو الحساسيه معناها فما عباد عندهم حساسيه ما يقبلوش معناها السبستانس هذيك ما يقبلوهاش دونك فما لي معناها رياكسيون فوالا اليرجيك داكوغ. هنا وقت المريض ما يستحفظش على روحه وتولي ثم مضاعفات لا 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 هو بطبيعته عنده حساسيه من الماده هذيك ما يقبلهاش pourtant les substances مثلا تاعك مال سيدي اليرونيك معناها هي سبستانس مستخرجه من الانسان طبيعيه معناها من الانسان فهمت سي اي ولا احنا نحكيو على الاستخراج نتاع الحاجات هذوما نعرفوا لي فامبير نحن كما الافلام اللي موجوده في لا انت تحكي على حاجه اخرى انت تحكي على عليها اللي نسال عليها سؤال اللي كان بعد ما يسالش جوست نكمل في النقطه هذه نتاع المضاعفات نتاع طب التجميل مضاعفات فما نحكي لكم على لي كونتر انديكاسيون وقتاش ما يلزمش وقتاش ما يلزمنيش احنا نعملوا الإبر هذوما فهمت سيرتو الإبر فما دوتر خاطر عندنا بليزيور تكنيك بالنسبة للإبر عندك معناها المرضى اللي يستعملوا في لي زونتي كواغيلون معناها الدواء اللي يدور الدم لي زونتي كواغيلون هذوما كما سانتران احنا في تونس عندنا سانتران هذوك ما نجموش يعملوا لي زانجيكسيون دونك فما طرق اخرى نحكيو عليهم من بعد فما مثلا المرأة الحامل ما تنجمش تعمل معناها فما معناها لي زانجيكسيون هذوما ما تنجمش تعملهم فهمت هذوما لي كونتر انديكاسيون بالنسبه للمضاعفات سامحني خاطر بالنسبه للمضاعفات قلت لك فما اللي عندهم حساسيه من البرودوي دونك ديما احنا نجربوا شويه ونشوفوا اذا الانسان يقبلها يقبل الماده معاه ولا لا يقبل الماده هذه ولا لا فما مضاعفات اخرين بور دوتر تكنيك سي با دي زانجيكسيون فهمت فمش برشا مضاعفات احنا الحقيقه في طب التجميل فما دوتر تكنيك كما قلت لك كيف ما مثلا فما لا كريوثيرابي كان شفتو شي سور انترنت فما دي بريلور اي تو سا هذه حاجه اخرى دوتر تكنيك مي نحكي على الابر فماش مضاعفات قدره ربي لاباس وتعطي بالعكس هي بور ان بوت استيتيك معناها باش تجمل ماحناش باش نعملوا مضاعفات مي اذا فما حساسيه هذيك حاجه اخرى بالنسبه معناتها للحقن ابار لاسيد ديالورونيك اللي حكينا عليه واللي الفاعليه نتاعو معناتها هو الفرق بين تقنيه واخرى هي اساسا اللي يسالوا عليه الناس هو الفاعليه نتاعو قداش يقعد مثلا الاسيد هيالورونيك يقعد بين 6 و 18 شهر باغ كونتخ البوتوكس مثلا بين 4 و 6 شهور هكا ولا دكتور البوتوكس والله هي البوتوكس جون باش نعرفوا البوتوكس اللي هو ماده اخرى أي. ماده اخرى فوالا شويه نحكيوا عليه معروف البوتوكس بوتوكس معروف خافوا منها الناس سي لا توكسين بوتوليك نعرفوا بالبوتوكس باش نبداو بعد نجاوبك على السؤال دونك البوتوكس سي كوا سي لا توكسين بوتوليك سي معناها سيكريتي بار اون بكتيري فهمت برشا عباد يخافوا منها ومش فاهمينها شنو هي شنو معناها دونك قلنا سي اون توكسين بوتوليك سيكريتي بار اون بكتيري البكتيري هذه هي تعطي مرض البوتوليزم لا باراليزي مسكولير دونك معناها اكتشفوا الطباء اللي التوكسين هذيا وقت اللي لون انجيكتي بور دي باسيون معناها مرضى عندهم مرض معناها العضله سو كونتراكت هذيك فهمتني لون انجيكتي التوكسين بوتوليك تسمى بالعربي تريسموس معناها فما عباد مش حتى يحلوا فاهم تيلمون عندهم اون كونتراكتور مسكولير امبورتونت يزرقوا لهم في الميسكل في التوكسين هذي باش بور باراليزي لو ميسكل فهمت
باش الناس تخاف من البوتوكس يقول لك لا معناها تولي جلده مشحوطه من بعد ساعه مامون اتيح الجلده كومبليتمون تم مشكله كيرا اي خاطر مش فاهمين شنو هو حبيت نحكي لك انا التاريخ نتاع التوكسين بوتوكس كوا دونك وقت اللي انجكت عنيها زرقوها للمرضى هذوم حسوا المرضى هذوم اللي مزيانين برشا في وجوههم فهمت خاطر فما ان غولاشمون الميوسكل ولا غولاشي تيلمون اللي باراليزي ولا غولاشي اي سا دوني معناها لو فيزاج دي سي باسيون ولا مزيان برشا وقتها ولاو يستعملوا في التوكسين هذه بور ان بوت استيتيك من وقتها دخلت البوتوكس بيه. بالنسبه للعباد اللي يخاف يقول لك انا ما نحبش نعمل بوتوكس ومن بعد اول حاجه يخافوا خاطر وجهك تشحط برشا يقول لك انا ولي مع جو بير لي ميميك دو مون فيزاج ما عادش وجهي نتحكم فيه فهمت فما وحيد اخرين يقول لك انا ما نعملش ما نصنعش وجهي بالبوتوكس ومن بعد وجهي يولي كي ما نعملش بوتوكس وجهي يولي خايب يرجع اخيب من اللي كان نو سي با فري وجهي ما يرجعش اخيب من اللي كان بالعكس البوتوكس يحسن البوتوكس كيس كي في سيت توكسين فا باراليزي لي تيرمينيزون نيرفوز دو ميوسكل معناها كيما نقولوا حتى الاعصاب الاعصاب واللي زيكسري معناها لي تيرمينيوس نتاع الاعصاب مش حتى الاعصاب اخر الاعصاب اخر مؤخره نتاعهم يخليها باراليزي اي باراليز والمسكل ولي غولاشي وسا دون معناها ان فيزاج معناها ايبانوي عبد معناها لي ريد التجاعيد معناها معناها ما عادش يظهروا تنحاو التجاعيد والانسان يعطي ان فيزاج جون دو بون مين حتى لو فرضنا من بعد ما عملش باش ترجع لو ميم ريد نفس الريد مش باش ترجع اكثر من اللي كانت فوالا هذا اللي حاب نعرفوه نحن يرجع كيف ما كان كيما كان بالضبط كيما كان بالضبط مي من بعد اذا هو ما يقعد ما يعملش بالطبيعه افيك لو فييسمون اي افيك لاج يفا معناها سي معناها لا كرونولوجي اون فيت فهمت البو باش تبدا الفيي باش تبدا لا بو تبدا تكبر تكبر سي دي في سي سيت افي كي فا معناها انترفونير فهمت سي با لا توكسي معناها مش توكسين الزرقه هي اللي رجعت لوجهه هكاك يعني هو كي يرجع له الريد هذاك مثلا اللي موجود في وجهه وانت قلت لي معناها راهو يرجع كيما كان بالضبط اسكو اليوم البوتوكس يخلي انه يتسارع اكثر وجود التجاعيد في الوجه لا مش يتسارع اما الانسان اللي عمل بوتوكس يقول لي ما عادش يقبل وجهه ستانس بوجهه محلي دونك يقول لك انا نحب حتى ريد صغيره ترجع يولي ما عادش عنده جانب نفسي كبير هو اللي يعمل بوتوكس ما ينجمش نبطلوا من بعد هي الحكايه كل يظهر فيها برشا جانب نفساني في النهايه ما فماش اون انديكاسيون لا يصف الطبيب الطب التجميل ماهوش وصفه طبيه هي اختيار اختيار يختاروا المريض والا الانسان العادي هو في النهايه ماهوش مريض لكن متقلق من حاجه في نفسيته هو يحس اللي نفسيته يعتقد اللي يلزمه يحسن وجهه مثلا والا البدن نتاعو باش المورالو يطلع ولا حاجه دونك اختياريه في النهايه مش باه كمل لك على البوتوكس سامحني البوتوكس باش نقول لك بوتوكس معناها مش اي بلاصه اللي تحط تعمل فيها بوتوكس فما سي سورتو بور لو فيزاج معناها اون في دو بوتوكس سي سورتو لو او دو فيزاج معناها الجهه الفوقيه العلوي تاع الوجه الاكثريه في الجبين في العين معناها المنبره لا بادوا هنا معناها معش هناك شنو لا باد هنا في العين في اخر معناها الجانب معناها تاع العين بغاني هذيك نجمو نعملوا بوتوكس دونك بون الاكثر في الاود فيزاج قلت لك ولا بين الحاجب والحاجب فما سدا فتجاعيد غادي نجمو نستعملوا البوتوكس وثم تحت العينين زادا لا تحت العينين لا تحت العينين فما نجمو اما معناها هما سي سون دي كا بار كا معناها انت والحاله اول حاجه يلزمنا نشوفوا الحاله ونشوفوا شنو هو شنو يحب حتى كل مريض ساعات مثلا الطبيب بيقول له ما يقولش معناها يخليه هو شنو يحب ومن بعد ينصحه الطبيب فهمت ساعات الطبيب مثلا كي يجي باسيون يقول لي ماشي في باله باش يجي على مثلا على معناها التجعيده اللي بين حواجبه هو اللي تلقاه مركز على اللي بحذا عينيه هذيك اللي مقلقته يعني طبيب عنده فيزيون والمريض عنده عنده اختيار يحب على حاجه اون سوي لو معناها وديما تمشيو مع المريض اكثر اكيد يحكي بالطبيعه الطبيب يقول له معناها شنو حسب رايه هو اما الاكثر نعملوا اللي يحب الباسيون خاطر احنا اون في سا بور ليستيم دو سوا باش المريض كي يشوف وجهه يبدا مفرهد هو بالنسبه لي اللي مقلقه مثلا تجاعيد نتاع عيني فهمت Vampy lift. Vampy lift. C'est une autre technique. Vampy lift. بعدنا على الحقن بعد لا حقن باقي حقن اما تكنيك اخرى
تكنيك جديده هذيا عامله باز معناها وتكنيك بنجم تقول بيو معناها فيش معناها طبيعيه صحيت فامبي ليفت هي كلمه فامبي ليفت هي سي لو بلازما ريش اون بلاكيت سي كوا لو بلازما ريش اون بلاكيت دونك لو باسيون يل فيان اون فا باش نسمحني بالعكس دونك باش ناخذوا له شويه عينه من الدم نتاعو سي هكا سموه فامبي ليفت خاطر باش نمصوا له شويه دونك زي كلمه فامبير فوالا سي سا سي لو بي ار بي دونك ناخذوا له شويه من الدم نتاعو الدم هذاك باش يتحط في سنتريفيجوز معناها في اباري بور سيباري معناها الدم هذاك الكريات الحمراء وحدهم فوالا باش يهبطوا الكريات الحمراء اللوطه والبيضاء كله باش حشدنا كان بالبلازما اللي ريتش اون بلاكيت فهمت كيف ومن بعد البرودوي هذاك باش نستعملوه باش نزرقوه للمريض في وجهه خاطر البي ار بي نجم نستعملوها بالنسبه للوجه فهمت للوجه وبالنسبه للشعر بالنسبه عندها برشا اما بالنسبه كتجميل نستعملوه في الوجه وفي سامحني بربي دي نقول الوجه راك نقول انا فما الوجه الرقبه والديكولتي الصدر هكا الصدر فهمت البي ار بي اللي فيت بوركوا بوركوا انا في البي ار بي البي ار بي باش سي بور لو راجونيسمون معناها صغروا في العمر معناتها سي سا دونك ما عنديش فكره على لي مو كلي او موان دونك البي ار بي هي شنو لي بلاكيت لي بلاكيت كيسك اون فون فير معناها كونت اون فا انجيكتي خاطر هي البلازما اللي باش كون فا انجيكتي اللي باش نزرقوها فيها البلاكيت وفيها زاد دي هرمون هرمون دو كروسون فيها الدم فوالا وحاجات اخرين هرمونات وبروتينات وكل ديما احنا ننصحوا اللي باش يعمل بي ار بي ننصحوه باش ياكل بالقدا قبل ما يجي باش يكون الدم نتاعو معناها مغذي اكثر في وسطه اكثر بروتين على عكس التحليل معناها على عكس التحليل صحيح باش ياكل بالقدا فوالا ومن بعد اون فا انجيكتي سو معناها سو بلازما بلازما شنو باش يعمل باش يعطي ان فوليوم معناها في لابو خاطر يل فا ستيمولي لي فيبروبلاست الخلايا نتاع الجلدة اللي فيها الكولاجين والإيلاستين فيبر دو كولاجين فيبر إيلاستيك الفيبر إيلاستيك ما نساش خليهم بالفرنسي ما نساش فوالا ما نجمش نقولهم بالعربي اي عارف اي سا دون دو فوليوم او نيفو دو لابو تعطي معناها نجمو احنا نركزوا على لي ريت اون فا انجيكتي سو بلازما او نيفو دي ريت باش نحاولوا باش ياكل بلازما يفا رياجير وباش معناتها يغذي ماشي يغذي يفا ستيمولي لا سانتيز معناها باش تعطي ان فوليوم لابو البلاصه هذيك باش عباره على عباره على جلده نتاع بيبي معناها كي فا ميتوبلي لي سيلول فيبروبلاستيك الكولاجين الاستيك فوالا دونك عندك صعوبه شويه في العربيه خاصه في الطب حس عندك لي مو كلي ما تنجمش تفسرهم بالعربي ما تفسروش بالفرنسي ما خاطر ما يعطيو يقول لهم ليش بالعربي خليتهم بالفرنسي خليتهم بالفرنسي تقريبا حكينا على كل شيء ما ثم اضافه نجم نزيدوها بالنسبه لطب التجميل على البي ار بي نكملوا نحكيو على البي ار بي بالنسبه للبي ار بي قلت لك نستعملوها للوجه الرقبه الصدر ونجم نعمل بي ار بي سي لا ميم تكنيك معناها نفس معناها ان بلازما مي نزيدو حاجات اللي تستحقها الشعره باش نعملو خاطر تريتمون بور تريتي الشعر في شويه شوفو والا شعر يبدا خفيف تحب يتحسن ولا حتى الكاليتي تتحسن الكاليتي نتاع الشعر نعملو دي انجيكسيون بالنسبه للبي ار بي نجم نعملوها معناها تو اون فوا معناها شاك موا تخوا فوا فهمتوا نجم نعملوها حتى دو فوا بار اون بعد اما هي نورمالمون تعمل ان موا ابري ان موا ان موا واضح باهي السؤال الاخير بتتر طب التجميل في تونس على المستوى العالمي كيف نجمو نقيسوه والله احنا بالنسبه لنا خاطر احنا التوانسه منفتحين على العالم الاوروبي وعلى العالم بصفه عامه معناها ديما ناخذوا لي نوفوتي ديما اوني برونشي معناها ديما نتبعوا اهم التقنيات اهم معناها اذا فما حاجه جديده نكونوا مواكبينها فهمت وبرشا يجيونا من الدول الشقيقه كسوا معناها مغربيين والا حتى معناها دول اوروبيه يجوا يقوموا ب معناها مش على خاطر التكلفه اقل سي سور اكيد شفتوا دينار تونسي تاع دينار تونسي ديجا طايح حسب الحوايج حتى الكومبيتونس اما يجيو وعندهم ثقه زيادة ثقه في الطب التوانسه دونك ابار معناها الكل الحق انا عمري ما سمعت على اكشواليتي مثلا تحكي على طب التجميل وصارت مشاكل معناها الناس معناها بول مومون ما ريتش حتى مره معناها اكشواليتي دارت هكا على طبيب نتاع طب تجميل مثلا غلط ولا صارت مشكله هكا مع مريض الحق معناها بول مومون ما ثم حتى شيء اي خاطر معناها بيك بريكوسيون معناها سيت اون حتى كان فير اتونسيون معناها حاجه كان واحد يرد باله يثبت
ما يقومش معناها ويستعمل حاجات معناها دي برودوي دو كاليتي معناها حاجات اللي معروفين معناها ماهوش به به تري بيان يعطيك صحة دكتورة على المعلومات هذه الكل اللي واحد من الناس ما كنتش نعرفها تقريبا كي نبدا نحكيو على الجريب ولا حاجة للسكر تلقى عندي فكرة كمان أما اليوم بالحق معنا ثم حاجات جديدة أول مرة نعرفها وأصلا ما كنتش نفرق ما بين الجراحة التجميلية والطب التجميلي كابا فان الكلمة ليك